بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على درس أسلوب المدح والذم. التدريب الأول بيقول: امدح ما يلي بأسلوبي المدح. الصدق. طبعا يا شباب أحب أذكركم إن أنا عندي أسلوبين في المدح، نعمة وحبذا. لما يطلب مني استخدم الاسلوبين لازم اتبع الخطوات اللي احنا درسناها في المدح باسلوب المدح بنعمة وبحبذا. فكروا شوية. ها، حد وصل للاجابة؟ طب تعالوا نشوف الاجابة مع بعض. لو استخدمت نعمة هقول نعمة الخلق الصدق، زي ما احنا فاكرين ان النعمة ده فعل المدح والخلق فاعل المدح والصدق المخصوص بالمدح. ولو استخدمت اسلوب حبذا هقول حبذا الصدق. حبذا دي عندي مكونة من جزئين، حب وهو فعل المدح، وذا وهو فاعل المدح، والصدق وده المخصوص بالمدح. طب تعالوا نشوف التدريب اللي بعده. ذم ما يلي باسلوبي الذم. الكذب. زي ما خدت ان في اسلوبين مدح خدت ان في اسلوبين ذم. خدت في المدح نعمة وحبذا، وخدت في الذم بئس ولا حبذا. لو فكرنا بشكل منظم هنقدر نعرف الإجابة بسرعة. خدتوا وقتكم في التفكير؟ تعالوا نشوف الإجابة. الشكل الأول في أسلوب الذم اللي هو بئس، أقول بئس الخلق الكذب. طبعا بئس فعل الذم والخلق فاعل الذم والكذب هو المخصوص بالذم. والشكل الثاني لا حبذا الكذب. طبعا زي ما احنا عارفين ان حبه ده فعل الذم، وذا اسم الاشاره المتصل، ده فاعل الذم، والكذب هو المخصوص بالذم. وبكده نكون انتهينا من حل التدريبات. اسال المولى عز وجل ان ينفعني واياكم بما علمنا، وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم استاذ هيثم المصري.